حقيقي انا في التربيه الجنسيه في المدارس العموميه هو ما نقدرش، خصنا نعرفوا الاطار اللي غتخرج فيه هي كانت تتجاوز ما هو مرسخ في العادات والتقاليد ديال المجتمع المغربي. ف دخلنا لك بالله الى ايجابيه وعادي تعطينا واحد الجيل اللي عادي يطلع شويه بعدا مثقف من هذا الناحيه هذه. بالله تيقت انا تيقت خاصنا نقريو هذه الماده على الاقل الى الشاب دار واحد الغلطه يعرف كيفاش ياك يصاوب الامور ديالو. كل واحد تجربه كانوا تيقريو البنات التربيه الاسريه ومن بعد حيدوها. غريب كنربع ان النظام التعليمي اصلا في المغرب هو نظام متخبط. وشتي شتي الناس العقاله شتي الهضره كيديرها ديال المعقول. حنا زعما بلد اسلامي كذا. الله اكبر، اللهم قوي ايمانك.